السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف التاسع. اليوم سوف نبدأ بوحدة جديدة، وحدة القواعد، وهي بعنوان أسماء الاستفهام. سوف نتعرف أولاً على مفهوم أسلوب الاستفهام. أسلوب الاستفهام أعزائي الطلاب هو أسلوب يطلب به المتكلم أو الشخص العلم بشيء يجهله، العلم بشيء لم يكن معلوماً لديه في السابق. إذن أعيد، أسلوب الاستفهام هو أسلوب يطلب به المتكلم العلم بشيء يجهله، العلم بشيء لم يكن معلوماً لديه في السابق. أركان الجملة الاستفهامية. أعزائي الطلاب، الجملة الاستفهامية لها أركان. الركن الأول هو الأداة، أداة الاستفهام، أداة الاستفهام. ثانياً محتوى السؤال. ثالثاً علامة الاستفهام أو علامة السؤال كما تلاحظون أمامكم. إذن أعيد، أسلوب الاستفهام هو أسلوب يطلب به المتكلم العلم بشيء يجهله أو العلم بشيء لم يكن معلوماً لديه في السابق. أركان الجملة الاستفهامية: أولاً الأداة، وسوف نتعرف عليها لاحقاً. ثانياً محتوى السؤال. وثالثاً علامة الاستفهام أو علامة السؤال. قبل أن أكمل أعزائي الطلاب الحديث عن أدوات الاستفهام وما هي كل أداة منها، أولاً سوف نتعرف أو سوف نقوم بتمييز الجمل الاستفهامية عن غيرها من الجمل الأخرى. عزيزي الطالب، ميز الجملة الاستفهامية عن غيرها فيما يأتي، ثم ضع علامة الترقيم المناسبة. الجملة الأولى: من يدرس ينجح. من يدرس ينجح. أعزائي الطلاب، من أدوات الاستفهام، لكنها هنا في هذه الجملة لا تدل على أسلوب الاستفهام. من يدرس ينجح، هذه الجملة هي جملة شرطية، هذا أسلوب شرط. من يدرس ينجح، من يدرس ينجح. إذن أعزائي الطلاب، من يدرس ينجح. من هنا ليست اسم استفهام، ليست أداة استفهام، بل هي اسم شرط، أداة شرط. جملة الشرط أعزائي الطلاب تتألف من أداة شرط وفعل للشرط وجواب للشرط. إذن من يدرس ينجح هي جملة شرطية، هذا أسلوب شرط. من هنا هي اسم شرط، أداة شرط. إذن أعيد، من يدرس ينجح، هذه الجملة هي جملة شرطية، إذن من هنا هي أداة شرط، اسم شرط. بما أن هذه الجملة ليست جملة استفهامية، إذن علامة الترقيم المناسبة لها النقطة كما تلاحظون أمامكم، النقطة. الجملة الثانية: من حفظ القصيدة، هذه جملة استفهامية. من حفظ القصيدة، من هنا اسم استفهام، أداة استفهام، وكما تلاحظون علامة الترقيم المناسبة هي علامة الاستفهام، علامة السؤال، لأننا هنا نستفهم عن شيء غير معروف لدينا. من حفظ القصيدة هنا جملة استفهامية. الجملة الثالثة: من اخترع الحاسوب، من مخترع الحاسوب، من مخترع الحاسوب. هنا أيضا من هي أداة استفهام، اسم استفهام، لأننا هنا نستفهم من هو مخترع الحاسوب، وعلامة الترقيم المناسبة لهذه الجملة علامة الاستفهام أو علامة السؤال. إذن الجملة الأولى: من يدرس ينجح، هي جملة شرطية مؤلفة من أداة شرط وفعل الشرط وجواب الشرط، ومن هنا، من هنا أداة شرط. الجملة الثانية والثالثة هي جمل استفهامية: من حفظ القصيدة، من مخترع الحاسوب، من هنا أداة استفهام.
وعلامة الترقيم المناسبة للجمل الاستفهامية علامة الاستفهام أو علامة السؤال، بينما في الجملة الشرطية وضعنا علامة الترقيم المناسبة النقطة. الجملة الرابعة، ما نتيجة المباراة؟ ما هنا أيضا أداة استفهام، نحن نستفهم عن نتيجة المباراة، نسأل عن نتيجة المباراة. إذن هذه الجملة هي جملة استفهامية ونضع علامة الترقيم المناسبة علامة السؤال أو علامة الاستفهام. الجملة الخامسة، ما أقوله لكم صحيح؟ ما هنا هي اسم موصول بمعنى الذي وليست أداة استفهام. ما أقوله لكم صحيح، إذن هذه ليست جملة استفهامية وعلامة الترقيم المناسبة هنا النقطة. أحسنتم. سوف نتعرف الآن أعزائي الطلاب على أنواع أدوات الاستفهام. أنواع أدوات الاستفهام، أعزائي الطلاب، أدوات الاستفهام تنقسم إلى حروف الاستفهام وأسماء الاستفهام. إذن أنواع أدوات الاستفهام، أداة الاستفهام أعزائي الطلاب تنقسم إلى حروف الاستفهام وأسماء الاستفهام. للاستفهام حرفان أعزائي الطلاب فقط، هما هل والهمزة. هل والهمزة هما فقط أحرف الاستفهام. سوف نتعرف على كيفية استخدام هل وهمزة الآن. سنبدأ أولا أعزائي الطلاب بحرف الاستفهام هل. هل يسأل به عن مضمون الجملة المثبتة فقط. مثال على ذلك، هل ذهبت إلى السوق؟ هل ذهبت إلى السوق؟ إذن هل هنا هو حرف استفهام، حرف للاستفهام، ويسأل عنه عن مضمون الجملة المثبتة فقط. يجاب عن السؤال الذي يبدأ بهل بنعم أو لا. يجاب عن السؤال الذي يبدأ بهل بنعم أو لا. في حالة الموافقة نجيب بنعم، وفي حالة عدم الموافقة نجيب بلا. السؤال الذي أمامنا، هل قرأت الدرس؟ في حال الموافقة نجيب نعم، نعم قرأت الدرس، وفي حال عدم الموافقة نجيب بلا، لا لم أقرأ الدرس. إذن أعزائي الطلاب، هل هي حرف للاستفهام، حرف للاستفهام، ويسأل به عن مضمون الجملة المثبتة فقط. وعندما يبدأ السؤال بهل نجيب فقط بنعم أو لا. في حالة الموافقة نجيب بنعم، وفي حالة عدم الموافقة نجيب بلا. أعزائي الطلاب، الهمزة. الهمزة حرف للاستفهام، ويسأل بها عن مضمون الجملة المثبتة، ويسأل بها أيضا عن مضمون الجملة المنفية. يسأل بها أولا عن مضمون الجملة المثبتة، أحافظ الدرس؟ هنا يجاب عنها بنعم أو لا. في حالة الموافقة يجاب بنعم، وفي حالة عدم الموافقة والرفض يجاب بلا. إذن أحافظ الدرس، الهمزة هنا حرف للاستفهام، ويسأل بها عن مضمون الجملة المثبتة. أحافظ الدرس، في حال الموافقة نجيب بنعم، نعم حفظت الدرس، وفي حالة عدم الموافقة نجيب لا، لم أحفظ الدرس. ويسأل بها أيضا عن مضمون الجملة المنفية إذا كان السؤال منفيا. إذا كانت أعزائي الطلاب الهمزة متبوعة بحرف نفي وأداة نفي، مثلا الهمزة متبوعة بليس، ليس هي حرف للنفي، أو لم حرف نفي، هنا تتغير الإجابات. في حال الموافقة نجيب ببلا، وفي حال عدم الموافقة نجيب بكلا. أعيد، الهمزة أولا هي حرف للاستفهام، يسأل بها عن مضمون الجملة المثبتة. في هذه الحالة
يجاب عنها بنعم للموافقة ولا بعدم الموافقة. الحالة الثانية يسأل بها عن مضمون الجملة الملفية إذا كانت الهمزة متبوعة بحرف نفي، إذا كانت الهمزة متبوعة بحرف للنفي مثل أليس أو ألم. ليس حرف للنفي ولم حرف للنفي. مثال: أليس الجو جميل؟ أليس الجو جميل. في حال الموافقة هنا نجيب ببلا، بلا الجو جميل. وفي حال عدم الموافقة نجيب بكلا، كلا ليس الجو جميلا. سوف ننتقل الآن أعزائي الطلاب إلى أسماء الاستفهام. في هذه الحصة فقط سوف أذكر أسماء الاستفهام بشكل عام، ولكن في الحصة القادمة سوف نقوم بتوضيح أسماء الاستفهام بشكل أكثر مع دلالة كل اسم منها. أسماء الاستفهام بشكل عام والفائدة من اسم الاستفهام بشكل عام. أولاً، اسم الاستفهام من؟ الفائدة يسأل به عن العاقل. ما وماذا للسؤال عن غير العاقل. متى للسؤال عن الزمان. وأين للسؤال عن المكان. وكيف للسؤال عن الحال والطريقة. وكم للسؤال عن العدد. وأي بحسب ما يضاف إليها بالإضافة إلى لماذا للسؤال عن السبب. إذن أعيد أعزائي الطلاب أسماء الاستفهام بشكل عام: من للسؤال عن العاقل، ما للسؤال عن غير العاقل، ماذا للسؤال عن غير العاقل، متى للسؤال عن الزمان، وأين للسؤال عن المكان، وكيف للسؤال عن الحال والطريقة، وكم للسؤال عن العدد، وأي بحسب ما يضاف إليها، ولماذا للسؤال عن السبب. أعزائي الطلاب، هكذا أكون قد انتهيت من حصة اليوم. غدا بعون الله تعالى سوف أقوم بتوضيح أسماء الاستفهام بالتفصيل مع دلالة كل اسم منها مع أحقية الصدارة لأسماء الاستفهام للجملة الاستفهامية دائما. ألقاكم بعون الله وتعالى الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.